حنا دابا فين تواجدوا في كار دو ليست، كار ديال تران دو ليست باري، انتوما القهوة ديالنا. وصلنا مع الجوج دابا د العشية. المهم دابا كاين بزاف ديال الاضرابات هنا في باري اليوم الجمعة، القضية شوية مرونة في المترو، تعطلت ماشي مشكل، نشربو قهوة خاصني القضية من غير القهوة. وهاد كرواسطة 5.30 يعني تقريبا 55 درهم، مزيان هادشي كيف. تحياتي لكم. المهم غنعاود ندير شي فيديو غدا ان شاء الله على باري، غنمشي ندور هو دابا نزرو باش نطلع في التخاصبو وغنعاود ندير التران. هادشي علاش نتكلم عن الفيديو ديال السفر وكذا اليوم ان شاء الله. سنتم دارت باري وناس عيد كيفاش جيت كذا، و ان شاء الله نصور الطريق في ستراسبور عادية. نخليكم معنا هاد الفيديو تا هو حتى الاخر، غنتقاسم معاكم الرحلة ديالي الى تل ستراسبور ونعطيكم الثمن ديال الكرا وكلشي. كما تشوفوا حنا الدرا الداخلة هو برا منا في ثلاثة أبي تجربة هو هذا، كيمشي واحد النوع منخفض التكلفة شوية، سميتو ويغو، تقام تقريبا عليا بشي 50 أورو. ها هو هنا كما تشوفو طنطن. نحن دابا الاخوان كنخرجوا من ستاسيون ديال باري دو ليست، دا هو التران. المهم صراحة سامي، ما فيه شارجور ما فيه والو، ولكن التارية تجربة فهمتي. يعني قلت لكم في الاول ترى النوع اللي يكون رخيص. المهم كرستم ترجع ما والو، كاين تكون ثلاثة شوية مزاحمين ماشي بحال الجوج. هادشي كاين بين الرجلين، كاين تي ساعة صراحة، ولكن اللي خيبوهم فيه لا شارجور لا والو. باش نشارج شوف لا والو مكاينش، سميتو ويغو ويغو. هانتوما الاخوان حنا دابا وصلنا لستراسبور، محطة ديال التران ستراسبور. حنا غادي خارجين لا باش نمشيو عاوتاني للوطيل، صراحة ضربت بواحد النعسة مصورت والو في الطريق. المهم دزنا على اصل محطة وحدة، ندير وحدة القفلة في ايامات ميز بعيدة على ستراسبور تقريبا، بعيدة شوية شي 140، وبعيد على لوكسمبورغ بشي 55 كيلومتر تقريبا. بعد ما نوصلو للباتور فالي كي تينا اون بروس داكو. كما تشوفو حنا في واحد الريستورون، واخا هادشي باقي خاوي، ما عمرناش بلاصتو.